الآيات المحكمات هي التي لا تحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا أي معنى واحد، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفؤا أحد أي ليس له مثيل ولا شبيه. وقد سمى الله تبارك وتعالى الآيات المحكمات بأم الكتاب أي أم القرآن، لأنها الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات، وأغلب آيات القرآن محكمات.